النظام هو القاتل الأول، هو الإرهابي الأول، هو الذي شرد السوريين. هذه الطغمة القاتلة هي التي نكلت بالسوريين وأذاقتهم كل أنواع وأشكال العذاب، من موت وقتل وتعذيب وتهجير وإذلال وفقر. ماذا أقول للسوري يعني الذي قتل أباه أو أخاه أمام عينيه، أو اغتصبت أخته أو أمه وأمام عينيه ولم يستطيع أن يفعل شيء؟ ماذا أقول للسوري يعني الذي هجر إلى المخيمات وهدم بيته وهجر إلى المخيمات، وبالتالي أطفاله يعانون الجوع وهو غير قادر على إشباع حاجياتهم؟ سيدتي، يعني أنا أؤمن بالدولة الوطنية وأعمل من أجل الدولة الديمقراطية الوطنية العلمانية، الدولة التي تكون لجميع مواطنيها، الدولة غير المخطوفة إيديولوجيا، لا تحت راية دينية ولا تحت راية أثنية أو أي راية طائفية، الدولة التي هي لكل مواطنيها. لكن عموم السوريين، أنا لا أتكلم عن قادة الفصائل، قادة الفصائل هؤلاء يعني هم أشكال مشوهة للأسد، يعني ليس هو يعني ما يجري في الشمال وما يقوم به قادة الفصائل هو معروف تماما، يعني فصائلي مقيتي، وبالتالي ليست هي المنى وليس والسوريين لن يبذلوا الدماء وهذه التضحيات لأن تكون هذه القوى هي متسيدة وهي تتحكم بمفاصل القرار السوري أو هي المستقبل. طيب هذا، لذلك نعم نعم سيد بسام اسمح لي هنا، هذا الهجوم المباغت لهيئة تحرير الشام على الريف حلب الغربي والتقدم السريع، يعني يقال بأنه أقل يبعد أقل من 10 كيلومترات من حلب، يعني هذا التقدم السريع وهذا الهجوم المباغت من يقف وراءه سيد بسام في ظل هذا التوقيت؟ هلا أي بارود موجود، يعني أي سلاح موجود في سوريا هو سلاح يحرك من الخارج، حتى من شان حتى نكون واضحين تماما، سلاح يعني فكل السوريين، يعني البارودة أصبحت مأجورة في سوريا مع الأسف. لكن يعني عمليا انت يعني مجموعه من السوريين، فهي المجموعه الكبيره الشريحه الكبيره المعذبه من السوريين، ماذا تطلبين منهم اذا يعني سنحت الفرصه لان ينتقموا من النظام؟ لذلك المساله لا تحل هكذا، ونحن نؤيد وندعو للحل السلمي، والانزلاق الى السلاح كان اكبر كارثه لسوريا، أكبر كارثة دمرت سوريا، قسمت سوريا وأصبحت جزر معزولة. فأكبر كارثة على الثورة كان هو التسليح، وكانت هي البارودة حينما تنتقل من كتف إلى كتف. لكن المسألة ليس هكذا تحل، المسألة تحل وفق يعني القرارات الدولية، الحل السياسي، بدء العملية السياسية، أن يكون دور المجتمع الدولي في هذا المجال. لكن أنا لا أفرق بين الاستبداد والإرهاب، أنا أتكلم عن السوريون، يعني هؤلاء السوريون الذين يعني ذاقوا كل أشكال العذاب، فحينما تسنح لهم الفرصة فهم محقين تماما في الانتقام من عدوهم، فهو هذا النظام هو أول إرهابي وأول طيب لا شيء في قائد. السياسة ولا في الميدان يكون بدون مقابل سيد بسام، برأيك ما هو المقابل والتنسيق بين من ومن؟ يعني هناك من يقال بأن هناك تنسيق تركي روسي أو تركي إيراني أو روسي إسرائيلي، يعني المسألة معقدة نوعا ما، لكن ما المقابل إذا هذا الهجوم المباغت؟ وحلب هي مدينة مهمة بالنسبة يعني لسوريا ولروسيا أيضا. سيدتي، نحن السوريين لن نتفق على سوريتنا، لن نجمع على سوريتنا، فالكل منا خرج في اتجاه، ليس لدينا مشروع وطني ديمقراطي كمجموع السوريين بوصلته الهوية السورية، فلذلك نحن نهب للمشاريع الخارجية التي تتحرك
وتحركنا معها، وبالتالي نحن نصطف على هذه المسارات. المطلوب أن يخرج السوريين، يعني أن يخرج السوريون جميعهم ويتموضعوا حول الهوية السورية، حول برنامج وطني ديمقراطي، وبالتالي يعيدوا شملهم ويجمعوا هذا الشتات ليعبروا عن هويتهم بأننا نحن كسوريين قادرين على بناء دولة سوريا وبدلاء طيب سيد وصلاء بسام، عن وضحت هذا الفكرة، أشكرك جزيل النظام، الشكر بدلاء بسام. يعني أن نكون بديلا عن هذا النظام، نعم بديل سيد ديمقراطي بسام، وطني إنساني عن هذا النظام القاتل والمجرم. إذا لم نعمل، إذا يعني لن نستطيع أن نفعل هكذا، فنبقى نهبا ونحن موظفون وأدوات بيد المشاريع الخارجية. نعم، أشكرك جزيل الشكر السيد بسام العيسمي، محامي وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي والضمير في سوريا، كنت معنا مباشرة من فيينا.